حلقه معمول بها في بيرو تاكسي باش الاخوان نوضعكم الصوره وتفهموا مزيان ما بقاوش نسمعوا الاشاعات. حنا بالنسبه لنا في 2006 كان عندنا اشكال فين كان الاشكال في 3 وفي 2 كان 3 كيجي 2 كيتخبعوا ووحده كتشير وكتطلع رجل ورجل كتخليه برا وكتبقى زيديه فاطمه زيديه رحيمه وكذا وكذا. المشكل على الطاكسي كيتجنبهم ما كيبغيش يوقف لان الله يكون في العون كيعطيو 5 دراهم ما كيبغيش يوقف لهم وهما كيشكيو لان 3 حنا عوقفنا نعطيو 10 دراهم. ارتئينا حنايا شنو درنا انا ذاك كنا في النقابه ديال الاتحاد المغربي للشغل باش نكونوا واضحين كنا في النقابه وكانت النقابه الوحيده هي الاتحاد المغربي للشغل ديك الساعه. درنا واحد الوقفه اجتمعوا معنا السلطات المحليه انا ذاك والعميد المركزي بعد نقاش طويل وصلنا قال لك ديك الساعه ما يمكنش نزيدوكم لان الزياده انا ذاك ماشي من الاختصاص ديالهم والطاكسي خصو الكونتور. الكونتور ديك الساعه كان الطرقان مهلوكين كانت وضعيه ماشي هي هذيك. قلنا احنا الكونتور ما يمكنش في هذه الظروف نقبلوه. جينا قال لك واش طيب سيروا وديروا واحد الطريفه شوفوها وحنا انا كنهضر كصريح حنا غنغمضوا عينينا وانتوما سلكوا مع الناس. فعلا مشينا درنا واحد الطريفه الاضافه اللي كانت فيها هو الاشكال اللي كان عندها هي ديال 2 وديال 3 هذيك اللي درنا معها ملاحظه 2 ب7 دراهم و3 ب10 دراهم وبدينا كنشتغلوا بها. فعلا وقع واحد شويه ديال هذيك المواطن الاغلبيه ديال واحد 90% اللي قبلتها كاين شي ناس اللي عندهم مسلسل كانوا كيشبروا الطاكسي كيعتبروه انه عبيد ديالهم سمحوا يركبوا دائما ب5 دراهم تقبلها سالنا لقينا خدامين بها. من 2006 حتى 2012 وقع واحد الحراك على المستوى الوطني ديال الزيادات ديال المحروقات وكذا وكذا وجات الزياده في المغرب كامل. داروا معنا الاجتماع في البشويه الصيف الاول والصيف الثاني الطاكسيات ديالنا ديال العريش حضروا الاخوان قالوا لنا غنزيدكم واحد 50 سنتيم يعني 50 فرن. قلنا لهم حنا ما تزيدونا لا 50 ولا درهم ولا حتى حاجه حنا عاد التسعيره اللي عطيتونا قنوها لنا بواحد قرار عاملي او قرار بشوي ما خصنا لا زياده لا حتى شي حاجه. حنا حتى حنا كنراعيو الظروف والقدره المائيه ديال الساكنه ديال المدينه وكذا. من 2012 هبطوا رجعوا ديك هذا حتى 2017 كنتفاجئوا مع لقى واحد الطريفه في بيرو تاكسي شمولها بواحد القرار عاملي وما فيهاش 3 ب 10 دراهم وما فيهاش 2 ب 7 دراهم وهي على الاثر ديالها باش جات الوقفه ديال ساحه 20 غش اللي كنا وقفنا النقابات كاملين بينا ولاو سحبوها حيدوها بقينا بقينا بها. جات باش الاخوان انا نختصر جات المحطه الجديده كاين تحول ديال كروم تاكسي من المحطه القديمه للمحطه الجديده. سمعنا بعض التصريحات على انه ديال رئيس الجمعيه ديال الكرون تاكسي وهذا رايه ويحترم كنحترموه كيطلب من بين الشروط اللي اننا باش تحولنا من المحطه الى المحطه بالاضافه الى المراحيض والتغطيه ديال الزنك ديال في الدرقه وكذا وكذا واحد النقطه بانه طلبنا السلطه تربط لنا واحد الخط ما بين المدينه ومرجان والتسجيل راه باقي عندي هنايا انا راه باقي نبارطاجيه وباقي عندنا هنايا بان ديك الساعات كيطلب بانه كيقول بانه يطلب ما بين الخط يربط ما بين المدينه ومرجان بالاضافه الى واحد المجموعه ديال الجمعيات على ان الجمعيه ديال المنار كذا هذا كيطلبوا بالريكولاج وراهو معروفين وراه كيصدموا مع الطاكسي يوميا. حنا قلنا شنو قلنا؟ قلنا حنا ها 7 دراهم وهذا 10 دراهم حنا خدامين بها حنا خدامين بها حنا ماشي رفضنا ديك الطريفه اللي داروها الاخوان هذيك هي الطريفه اللي حنا خدامين بها ولكن لا داعي اننا باش نعلقوها. علاش باش نعلقوها؟ وغنعلقوها وغنلتجئوا للمواقع الالكترونيه وغنوضوا في الفيسبوك والشفاره وكذا وراهم الاخوان راه الاغلبيه كانت ضد راه شاف كل شيء لان الطاكسي واخا دير لي الارتفاع في هذه البلاد واخا تهز بنادم فوق راسو دائما العدو ديالو عاد كتبقى شي حادثات وما جدري الفيفا ما شنو هكذا الى اخره. حنا قلنا عيطوا لنا الاخوان صيفطوا لنا صاغوها هما وصيفطوا لنا في الواتساب في ديك الصبحيه في هذيك العشيه اللي توزع ديك الطريقه. قلنا لهم حنا عطينا الراي ديالنا قلنا لهم شوف في ظل هذا الشيء اللي واقع وديال هاد التحول ديال المحطة وديال هاد المشاكل اللي نضال لا داعي باش نعلقوا الطريفة في الإضافة وفي الإشكال في الإضافة اللي عضفناها الطريفة من ناحية الحماية ديال السائق. أنا ركبت معاك كزبون طلعت معاك ثلاثة شفت الطريفة أول ما كيدير الطريفة مع القاعدة كيشبرها وكيقراها واسمح لي خير ما فيهاش كذا ما فيهاش كاشي ما فيهاش هادي ما فيهاش هادي وحنا بالنسبة لينا راه ماشي قانوني داك 5 دراهم لا تجادلنا في الهضرة رجعنا لبيرو تاكسي بيرو تاكسي يكونوا أكيد الإخوان راه ما عين صفناش
غيمشي القرار ديال 2012 واللي ما فيهش 3 ب 10 دراهم وجوج ب 7 دراهم باش نكونوا واضحين. هذا هو الاشكال اللي كان عندنا حنا ديك الطريفه ما تعلقش. اما ديك الطريفه حنا متشبتين بها وكنخدموا بها وما يمكنش الطاكسي انه يكون فيه الايام والذهب. انا ما كنطاش في المازوت وكنهود بالريح. راه المشكل فينا حنا اللي ما كنطبقوش ولا نديروا الكونتور ولا نديروا الطريفه. وقعت حالات انا كنهز ب 7 دراهم كيجي واحد مورايا ب 5 دراهم وكيقول لك اتفقوا مع بعضياتكم ما نجيوش نبقاو نديروا المزايد ما نجيوش نبقاو نديروا المزايد. هذا هو الاشكال اللي عندنا حنايا. ما عندناش مشكل في الطريفه. حنا ماشي ضد الطريفه. حنا ماشي ضد الطريفه. حنا الطريفه معها وعنتشبتوا بها. حنا معها وعنتشبتوا بها وكنقولوا حنا هذا كذا حق مكتسب ديالنا حنايا ما يمكنش نتخلاو عليه. والقانون ما كيرجعش للاثر الرجعي. حنا بالنسبه لينا الطريفه حنا معها. حنا الاشكال واختلاف الواحد اللي كان عندنا مع الاخوان ديالنا في الاتحاد المغربي للشغل هو انه الطريفه ماشي فوقتها باش نعلقوها. ما فيهاش اضافه، ما فيهاش حمايه، ما فيهاش جديد. عتير الجدل وعنرجعوا للفيسبوك والتصريح والتصريح المضاد عليه وكذا وكذا وكذا. وفعلا داكشي اللي وقعنا. جيو الاجتماع ديال البارح. الاجتماع ديال البارح كانوا فيه خمسه النقابات. بعدا بالمناسبة كنرحبوا بالأخ هشام الكاتب المحلي ديال الفيدرالية الديمقراطية للشغل اللي كيتواجد معنا. كانوا فيه خمسة النقابات. توجه فيه كان غادي في اتجاه أنه ديال العدل. كاين إحدى النقابات تقول أنها تمثل السائق، وحنا بنا لها في النظر ديالها أن حنا أطباء، حنا ماشي شيفورات. هما يمثلوا السائق وحنا كنمثلوا أطباء. حتى حنا راه مهنيين، حتى حنا راه حاسقين والو، راه الطاكسي كيدي منه هذا شوية وهذا شوية وحنا شوية، وحتى حنا رانا شيفور. انا راه كتعرفوا لي ساكن في الزواده بالراكه، ما عندي لا هذه ولا هذه ولا حتى شي حاجه. ولكن حنا بالنسبه لينا كنقولوا حنا نتوافقوا وندخلوا لعند السلطه بواحد القرار موحد بواحد الرؤيه واضحه. ما يمكنش يمشيو حنا تجي العماله لان كلشي باغي فينا الخدمه. اول ما مشاو للكونتور حنا كان عندنا موقف ولحسن الحظ باش بالمناسبه لان لكل حق حقا. لولا لحسن الحظ ما كانش انا كنسمي هكا الاستاذ عبد الخالق الحمدوشي لا كانت البارح يكون انه التوقيع ديال ان الباشا بدا كيكتب وصاغ المحضر والتوقيع على 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 الكونتور. حنا بالنسبه لنا كاتحاد العام كان الموقف ديالنا واضح وتاع عبد الخالق كان معنا في الطرح لانه قال وسي هشام قال قلنا على اساس اننا حنايا بالنسبه لنا هذا المحضر ما نوقعوش. علاش المحضر؟ لان حنا ماشي حنا اللي كنقرروا في المصير ديال القطاع، لان هذا مصير فيه 276 واللي كيقرر فيه كل نقابه انها مدعيه تمشي تدير الجمع العام وتشاشر مع القاعده ديالها وتخرج بقرار وما يمكنش نخرجوا حنا على قرار ديال القاعده. حنا قلنا واضحا سعد خلق حنا بالنسبه لنا قال ما يوقعش على ذاك المحضر. حنا بالنسبه لنا قلنا عاوتاني حنا ما نوقعوش. هشام قال ما يوقعش. بقى واحد جوج نقابات يدعيو انهم يمثلون السائق ويمثلون كذا وهذا انهم في الكونتور. الباشا قال لك حنا غنديروا تدبير المرحله ديال شهرين ومن بعد شهرين غنكونوا حنا في الضيله ودرنا دراسه تقنيه ودرنا 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 وباننا باش نركبوا العداد يعني ما يفوتش شهرين. حنا ماشي كنقولوا الكونتور، كنقولوا الكونتور والشق ديال الكونتور. شنو هو الشق ديال الكونتور؟ انا على سبيل المثال انا عاركب معايا زبون غيقول لي ديني البقاره. الزبون كيشوف اقرب مسافه اللي خصو يوصل فيها لان العداد كيمرك عليه. انا كطاكسي كنشوف احسن طريق اللي خصني نمر منها لان حفاظا على السياره ديالي وعلى الصحه ديالي انا ديال السائق. اذا هنا فاش كان هذا كنوقعوا جدل. اذا عدلوا لنا الطرقان، عدلوا لنا واحد المجموعه ديال هذا. انا ذكروا لنا حنا الكونتور، حنا ما عندناش مشكل، راه هذا هو الكونتور. ولكن في هذه الظروف هذه ولحد هنا ما يمكنش يكون الكونتور. حنا بالنسبه لنا ولهذا جمعنا الباشا قال اعطيوني واحد كنعاود لكم داكشي بليدي طاي ما كاينش. مشينا قلنا له اسمع السيد الباشا، لا انا ولا السي هشام ولا هذا. قلنا له شوف حنا بالنسبه لنا هاد الساعه هذه راه ما يمكنش نسنيو على شي محضر. حنا متبعين بالجمعات العامه ديالنا. هذا راه قرار مصير، راه ما يجيش هنا اليوم نقول لك انا وقعت غدا قال لا قول لي شكون اللي قال لك شكون اللي فوض لك باش تمشي توقع. قلنا له حنا بالنسبه لنا ما نوقعوش حنا على هذا المحضر لان حنا مدعمين مطلبين بالجمع العام ديالنا حنايا. تعطى اجل ديال 17/4 باش نجيو ونمشيو ونتفقوا مع بعضياتنا. كاين جديد. الجديد شنو هو؟ كانت المبادره من عند اخ عبد الخالق الحمدوشي على انه ما يمكنش نبقاو كل واحد كيلغي بالغا. اتصل بيا قال لي ودي هذه المبادره كنشكروا عليها على اساس ان شوف هذه راه مساله غنان. هنا راه كاينه مساله غنان. لا حيدنا هذا الغنان راه ما عنديش. وانا بالنسبه لي كنشوفوا ماشي غنان. انا راه ماشي ضد شي واحد يمشي يفرق الطريفه، انا مع الطريفه. ولكن انا بالنسبه لي الظروف فاش الوقت فاش تعلقت ما متفقش عليه لان عندي جدل واللي قلنا راه هو اللي كاين دابا في الشارع.
حنا بالنسبه لينا جا عيطوا لنا الاخوان جلس انا مع عبد الخالق قال لي شوف راه ما يمكنش ديروا الجمع العام ديالكم هادو راه داروا الجمع العام ديالهم حاولوا توافقوا ونجلسوا الاخوان ونخرجوا ولا اقتدى الحال كاع نديروا واحد الجمع العام فواحد نشوفوا قاعه نحيدوا من المقر النقابات كام مره ونشوفوا واحد القاعه ونخرجوا واحد ونهار 17 نمشيوا للعام السلطه المحليه نمشيوا بواحد القرار موحد قلنا له امين انا على الراي ديالي غير الراي ديالي انا قلت انا بالنسبه لي ولكن غدا نديروا الجمع العام وغنبلغوا الاخوه قلت حنا امين حنا ماشي مع التفريقه ولكن على اساس الطرح ديالنا والموقف ديالنا كمكتب نقابي هو انه العداد في هذه الظروف ما صحش علاش العداد راه الصوره الاخوه راه ماشي راه فعلا الكونتور عيعطيك الكونتور عيعطيك من المدينه للمغرب الجديد 12 درهم ولا 13 درهم السؤال اللي عيبقى نطروح هل هذا المواطن غادي يركب معنا يعاود يركب معنا اكيد لا اذا ما يركبش معنا حنا علاش مجرين على الطوبيس بالثمن اللي رخيص اللي عندنا اذا ما يركبش معنا هما منظمين في اطار جمعيه وداديه ودابا راهم كيرسلوا العمال على انهم يطلبوا الريكولاج والطوبيس انا راه كتناقش فاش كيعيطوا له في الطاف المجلس الاقليمي ومن بين النقط في جدول الاعمال ديال المجلس الاقليمي واللي عنده شي اخ عنده علاقه بالمجلس الاقليمي يسقسي ان من بين النقط اللي مطروحه الريكولاج والخط يربط ما بين المدينه والمنار ماشي كان نركب قلت ما بين في الدوره ديال المجلس الاقليمي بين نقط اذا حنا بالنسبه لنا لا بقينا مشتتين ولا بقينا في هادشي وراه الا دخل ريكولاج كونوا اكيد لان بنادم كيغادر كيغامر بحياته كيركب في تريبورتور بثلاثه دراهم وما بالك غادي يجي الطاكسي باش ما نطولش عليكم الاخوان هذا وضعتكم في الصوره هذا هو الاجتماع ديال البارح والقرار الاول حنا كاتحاد العام صح القرار لا اسمعني القرار الاول والاخر كيبقى ديالكم نتوما راه اللي قررتو نتوما غنمشيو عليه حنايا حنا كنهضر على النقابه ديال الاتحاد العام والاخوان حتى هما عينا كنقول كاينه مبادره كاينه مبادره ديال اننا نتجمعوا مع بعضياتنا ونخرجوا لان كما قلت انا هذا مصير ما يمكنش يقر ولا نكونوا دابا حنا هنا اغلبيه انا ما كنقولش هاد كلمه اغلبيه كان ما كنبغيش نديرها كنقول اكثر تمثيليه واحد القضيه نوضحها شارت واحد القضيه بانني انا ادفع في اتجاه ديال الركوب على الامواج من اجل السبرينتيرات ابدا سبرينتيرات عندهم مكتب ديالهم والسبرينتيرات قبل ما يكونوا عندنا كانوا في واحد النقابه واحد ولكن كاين الساعه قادر ما كيبغيش ينفرد ملي كيسمع شي حاجه كيقول لك حتى نشاور مع الاخوان باش ما يجيش شي واحد الوقت قال راه باع راه شرا راه تفاوض بلا خبرنا شكون قال له شكون كذا هو راه كان غادي يمشي مثلا كيقول لك لا انا نجتمع مع الاخوان ولا غنمشي بس عم خصنا كوتور الاخوان شوف الله يرحم الوالدين حنا بدون حساسيه وبدون شي ضغط حنا راه من الاخطاء كنتعلموا اللي عنده شي حاجه كيشوفها فينا قبيحه يقولها لنا في وجهنا اللي عنده شي تدخل يكون حاضر عقادر ولا زامبيا ولا اكس ولا ايكري لا غديري ولا اللي بغى يكون حنا اللي شي واحد حنا مع الصائغ ولا عنده شي حاجه كتضر نقول هذا هنا ها هي مفتوحه اللي عنده شي تدخل بكل صراحه وكل شجاعه يقولها اسمه هذا الشيء جلال عمير لكن الله رضي عارف فتحوا غادي في قدره الشرائيه اللي غادي يركب نعطيك مثال اربعه الناس عيركوا واحد السيده غيمشي تنقل للكوميساريه من الكوميساريه للمقاطعه من المقاطعه للعماله واش في الامكان ديالو غادي يركب معنا اكيد لا هنا غنتيحوا الفرصه يعني الطوبيس يدخل من جديد وغنطيحوا نتيحوا الفرصه الناس يزيدوا يغوتوا المواطن دابا لاحظتوا عيف واحد الموقع ديال الراش 24 اغلبيه ديال 70 ولا 80% كتقول لك لا للكونتور عاد دخلوا ديك الموقع العرائش المباشر وعاد تشوفوه اذا ها السلبيه السلبيه ديالو بلاتي الحاج باش تردوا لان كان ثاني شنو ثاني نقطه شنو هنا احترام السائقين فيما بينهم لا طريفه حنا ماشي كنقولوا ماشي اش كيعيطوا ماشي هذا طريفه هذيك اللي كنخدموا بها حنا جوج بسبعه في كل اشكال جوج بسبعه وثلاثه بعشره حنا خدامين بها الى حين يتحملوا المسؤوليه ديالهم والعاول قول القصر راه خاد على العماله العريش القصر للشوها راه فيها الكاشي ديال المشاويه العريش ديال المشاويه ديال القصر الكبير اذا حتى حنا البشويه حتى حنا درنا هذا البشويه نخدموا بها والكونتور عندما تكون مهيئه الظروف ديال الكونتور والمدينه فيها شارع واحد المدينه فيها شارع من المدينه الكوميسا هذا الشارع اللي كاين اي دير فين غادي نمشي نعطيكم على سبيل المثال اليوم الشهر يوم تاع الله يرضي عليك العطله اليوم هذا اليوم ركبت مع واحد السائق
في الصباح قال لي يا ودي لا تالاخلاق دي. قال لي انا كندور ساعه المكانه الله ديت فيها 5 دراهم والله العظيم كيهضر معايا مسكين صاد. قال لي ساعه المكانه الله صورت فيها 5 دراهم هذه اليوم الجمعه وما كاينش مصلحه حنا فين راه وجهنا عندنا لا تسد الميناء كانت بلوكاو الا كانت العطله كانت بلوكاو اذا المدينه ما قابلناش في الساعه هذا الكونتور انا بالنسبه لي كنشوف الراي ديالي وعاد قضية الكونتور راه كيبنى ويفرض علينا شي واحد انا عندك الا خلي ديالك انا شوف شوف يكون ديكسي جماعي استاذ طلب تدخل اخاك طلب تدخل اي واحد قضيه اي واحد قضيه يكون ديكسي جماعي مدينه السي عبد القادر مدينه ضعيفه هشام 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 الاخوان الله يرحمه راه حنا خصنا نشوف عندنا اسمع راح الاخ قال بان الاحتراف فما بين بلادنا حنا عندنا وقعتنا حاله عادي يومين تعرض واحد السائق دفاع على الكرامات السائق دفاع على السائق جاولوا 3 ديال الشناكريه مقرقبن ثلاثه ديال الشناكريه مقرقبن ولكن مع الاسف ما جبر مسكين باش يدير هو الدافع لانك لا الهروة لا في الراس ديالو ولا في الجسد ديالو كامل ولكن مع الاسف ولو واحد وقف عيد ضامن معاه ما جبر ما يدير هذه عف النقطة اللي طرحنا الاخ بان تهضر ما جبر ما يدير جبد عصا لان كنا عندنا هذا جبد عصا دافع على راسه الضربه اللي جات انا كنسميها ضربه الخواف جات السيد في الراس ديالو طاح ولينا حنا ولا السيد لانه متهم هو اللي معتقل جا البوليس قال لك لا وهو هي ولكن هو راه ضربه عيطنا الرئيس المنطقه جا رئيس المنطقه قال لي ولكن الضرب يجرمه القانون وراه جريمه وكذا وكذا ولكن بفضل السيد هو اكيد ولا ينفي حنا ما كنخبعوش حنا بالتضافر ديال الجهود ديال الاخوان ديالنا النقابه خارج الطاكسيات عطله خلينا من 98 ولا 2000 خلينا نهضروا صاحبي الله يسعد يمشيو بحال اللي كمل حنا بالنسبه لنا في المجهود ديال الاخوان ديالنا علاش انا قلت قبيله ملي جبت سبرينتيرات هنا كيبان التضامن ما بين المكاتب النقابيه اللي داخله في الاتحاد العام وهادشي انا ماشي كنقولوا هو ياكدوا لين فيه في اطار التضامن ديال واحد المجموعه المناضلين ديالنا ديال الاتحاد العام استطعنا على اساس اننا هذا السيد هذا من الاعتقال يولي خارج في حاله صراح وتعدل له المحضر ودات عطات له الشهاده الطبيه ديالو وراه ولا الضرب والجرح المتبادل كان غادي تعتقل ها هو انا ماشي كنقولها انا راه صافي راه معتقل وكان مع رقم اتصال بالنيابه العامه في الشيء ديال الاعتقال ولكن حنا بطبيعه الحال راه عيطوا لناش كنقول انا كيجي شي واحد لا رطبه انا اتحدى اي واحد شي نهار التليفون ديالي محلول 24 ساعه 24 ساعه شي واحد احتاجني وعيط لي وطفيت عليه التليفون ولا ما جاوبتوش كنديروا في اقدر الامكانيات ديالنا حنايا كنديروا جهد ماشي انا الاخوان كاملين اذن اخا هو يا عي كنقول في اطار التضامن راه ما كانش التضامن معاه راه هو داز ودافع على راسو وكنحييوه لانه دافع على طنا ماشي على راسو حتى على الطاكسي راه عطى عبره الاخرين هذوك راهم ماشي هذوك راهم منحرفين هذوك راهم منحوا غمرت حياته راه داك الشيء اللي كنعرفوا حنا راه دائما ما تجلس فيه تما هذه عا كنقول انا في اطار ديال التضامن بالنسبة للسيف ديال السيارات أمام الميناء السيف أمام الميناء راه هنا حنا بغينا نديرو شعب في الفوضى لا توجد محطة بلاكات المحطة الوقوف ديال السيارات الأجرة مادام ما كاينش محطة ملي كتكون ديرو بلاكة كيكون عندها قرار بلدي وكتكون خادعة للجنات السير والجولان السير والجولان وكدير محضر وكتلصقنا بلاكة بحال اللي لصقتنا في المحطة بالنسبة للمحطة كاينه بلاكه ديال الطاكسي لان المحطه جديده ومعدله من ديك هذه داروا بلاكه هنا كاين السؤال واش حنا كنلتزموا بالوقوف ديال المحطه اكيد لا حنا عا كندورو خاوي هو كيدور اما لا نهار اللي غنلتزموا عتولي بطبيعه الحال غتشبر الصف اما الميناء ما عندوش قرار ونتحدى لا ماشي قرار غيسقوا لنا البلاكه ونلتزموا به تدخل صعب قدر اسمع الله بلا ما تستنى هذه زيد على الملك صافي راه نفس السؤال اللي طرح هذا ونفس السؤال اللي الكريم قضيه الميناء مشكل كيخلق تما الناس اللي دايز هاد الاخوان كاين شي واحد عنده شي سؤال باش الله يرضيك باش ناخذ القرار ديالنا اللي ما فهمش شي حاجه اللي عنده شي سؤال يقول بالاضافه الاخوان واحد النقطه هو ان اي حاجه اي حاجه ما استمعناش فيها ما حضرناش فيها سواء كانت مع السلطه ولا كانت مع النقابات او ما تشاركناش فيها حنا كنقابه ديال الاتحاد العام يعني مع جميع النقابات راه ما كاينش اتفاق على شي حاجه الاتفاق هو نجلسوا كاملين كنقابات وخرجوا بواحد القرار موحد
يمكننا نفدوه، اما باش يجي هو يجلي الصف وقرر وخرج المكتب ديالو، حنا هادشي ما كيحصلناش الشرف فيه. واش انا خويا على خويا شوف باش الله يرحم باش نختموا الله يرحمه، انا كنعرفنا اللي كنكونوا جالسين بحال اللي كنكونوا جالسين على الجمر الطاكسي، هذه حالته. حنا بالنسبه لنا عندنا جوج النقاط غنطرحوهم تصوت والقرار غيبقى ديالكم. عندنا النقطه الاولى، هل حنا مع الكونتور؟ لا ماشي مع الكونتور يزيدو، اللي ماشي مع الكونتور يزيدو، اللي ماشي مع الكونتور يزيدو. النقطة الثانية، كاينة مبادرة يقوم بها الدول أصحاب الخير وكذا على أنه يمكن يكون واحد التنسيق في هذا المشكل ديال الطريفة، واش حنا مع التنسيق؟ نعم. ها؟ مع التنسيق. إذن حنا مقبلين إن شاء الله، وربما حسب هذا السيد اللي هذا أنه حنايا ممكن نديروا واحد الجمع العام على أنه مشترك ونخرجوا واحد القرار قبل 17 وغادي نمشيو لعند السلطه قويين احنا موحدين، سواء قلنا هالطريفه توافقنا وانها الطريفه عاد نلصقوها كاملين بينا على الصقوها كاملين بينا او عاد نسحبوها كاملين بينا وحنا 7 درهم 3 ب 10 درهم راه ما يمكنش يتنازلوا عليها، ولا يكون اللي بغى يمكن كان شي حاجه احنا بالنسبه لنا راه كان هادي بالنسبه واحد النقطه الاخوان واحد النقطه الله يرضيك عا واحد القضيه الله يرحم الوالدين باش ما نبقاوش باش تكون في علمكم الان كاينه ضمان اجتماعي كاينه باش ما نبقاوش الرجل الصائغ خاصو الضمان الاجتماعي والصائغ كندافعوا عليه الضمان الاجتماعي اتحدى اي واحد الضمان الاجتماعي غيتحل على مستوى الوطني والضمان الاجتماعي راه خرج لان احنا خادع القانون ديال الحديه ديال المهن الحره ولكن السلبيات اللي فيه شنو هو هو انه عاد تستافد من التغطيه الصحيه وعاد تستافد من التقاعد شو توصل له ولا ما توصلوش ولكن التعويضات العائليه وليداتكم فلوس ديال وليداتكم ما تخلصوش عليه عاد باش ما يدوخكمش شي واحد ويقول لكم بان التغطيه الصحيه والضمان الاجتماعي راه الضمان الاجتماعي والتغطيه الصحيه كاينه واحد التنسيقيه خماسيه على مستوى الوطني في 5 النقابات فتح حوار مع وزاره الداخليه وان من بين الشروط لهذا حمايه السائق المهني، اما محليا راه ما كاين لا سكن لا حق في الاستفاده للسائق شي حاجه ولا هذه، راه ما كاين حتى الضمان الاجتماعي خرج وعندنا راه صادر في الجريده الرسميه بالتاريخ ديالو راه ما بقيتش من دايرو صادر في الجريده الرسميه ولكن السلبيات والرغوة 10 في النقابه هو حنا ما غنستافدوش كاننا ماشي مغاربه ما كنتموش لهذا الوطن هذا، جميع القطاعات كيستافدوا من التعويضات العائليه، بالنسبه لي انا كسائق عند خلص 700 درهم في كل شهر واش بامكاننا حنا نخلصوا 700 درهم ولكن ما نستافدش من التعويضات العائليه اذا هنا كيطرح سؤال علاش واحد اخر في القطاع الخاص كيستافد من التعويضات العائليه وحنا ما نستافدوش من التعويضات العائليه الا ما كنقولوا كنستافدوا من التعويضات العائليه 200 درهم على ثلاثه الاولى على كل عائل يعني ثلاثه كتعطيك 600 ريال 600 درهم هذوك هما اللي كيتعاون بهم اما باش انت تخلص 700 درهم وكنت عاك صاحي كتقيل كدح من اجل واحد 50 درهم ولا 70 درهم وجي خاص بها اكيد ان توحد وراه النقابات رافضين باش ما يدوخناش شي واحد ويجي قلنا لا الضمان الاجتماعي لا حنا كندافعوا على السائق المهني، السائق المهني كندافعوا عليه على المستوى المركزي والضمان الاجتماعي راه خرج واللي كذبنا مشي حنا نعطيوه الجريده الرسميه وطالعنا بحالنا بحال الاطباء بحال المحامين جميع المهن الحره والحرفيين باش نكونوا واضحين بالنسبه للكوطا يا عايش شي واحد يقول لنا السائق غيستافد الكوطا الحصه ديال السائقين وديال المعطلين وديال مجموعه وديال القوه المسلحه وكذا من 2001 ما خرجتش ولات انتم تعرفوا الدراهم كيفاش كيتعطاو الدراهم راه معروفه وهذا الشيء اللي هادو اللي كاين انا بالنسبه ليا جمع عام كيقرر بانه هو يا في الظروف هذه ما خصوش الكونتور نعم للتنسيق نعم للوحده وكما كنقولوا دائما بالوحده والتضامن